السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديال علي الفوجي، الهواس ديال الكلاب والمالع ديال الكلاب. في هذه الحلقة دي ان شاء الله غنوريكم لا ديسيبلين ديال الكلبة، وافون تو غادي نبداو ان شاء الله بلاكار. لاكار كيف دير تكاردي مولاها، تكاردي بسطام وحوايج واياها حاجة، حتى شي علامة قاسها حتى شي واحد. وهاد الكليبة باقا صغيرة، لاج ديالها تقريبا 11 شهر، ما بين 10 شهور و 11 شهر. بسم الله على بركة الله. هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا، راه الكلبة راه البسطام والله لا ديتيه ليها، ما غاديش دي ليها، ما تقدرش دي ليها. يلا هانتوما شوفوا واحد مقطع واحد اخر. كما شفتوا معانا انتم دابا، حتى انا البسطام ما قرباتش ليه، ما قدرتش نقرب ليه، ما خلاتش نقرب ليه. كيف يدير عارف اش كدير الكلبه، ماشي يرجع لها، تعطيها مولاها لوردر، تيقول لها كارد. هذيك الساعه ما كاين حتى شي واحد داكشي اللي كتقول لها، هادشي تيجي بالدريساج، ولكن لا ديسيبلين افون تو. ها هو راه عطاها كلشي با بوجي، ها هي با بوجي، تبارك الله. دابا بدلنا لها لوبجي باش تشوفوا في حاجه اخرى، باش مش عارف ما تقولوش راه مولفا على البسطام ولا على التليفون، المهم على بركة الله. ها نتوما كيما كتشوفوا، راه الكلبة تبارك الله ما شاء الله راه ما تقيش. ها هو عطاها لورد دابا با بوجي، راه با بوجي. هادشي علاش تنقول لكم لا ديسيبلين افون تو. الكلب كون كان مسعور كون رانا دابا ناض كيجري يعطني، حيت انا ماشي مولاه وعمرني شفتو، اول مرة غنشوف. ونكملو نكملو نكملو لا فيديو ونشوفو شنو باقي ان شاء الله. دابا ان شاء الله غنخدمو مع الكلبة باتوشي، باتوشي غنحط لها لوبجي دابا، ولكن ما تقيسناش بحال اللي خدمنا معاها قبيلة، تنحطو لها البسطام، كنحطو لها أي حاجة وكتجعر تبغي تاخدها، دابا نحطوها لها ولكن ما تقيسناش، حيت غنعطيوها لودر ديال باتوشي. بسم الله.
هانتوما كيف ما كتشوفوا البسطام ها هو عطينا لودر ديال باتوشي راه ما قاصوش لودر ديال لاطاك راه اتاكات راه كلشي باين في الفيديو والله يسخر هذا باغي يخدم معاه شويه ديال الزيكزاك شويه ديال لا ديسيبلين شويه ديال لاطاك لاطاك ديفونس دو متر. السلام عليكم مرحبا بكم في قناه علي البوجي. اليوم غيخدم مع الكليبه ديالو كامي كاميليا لوبجي شي اوبجي حطوا ليها اشكاردي ما يهزو حتى شي واحد لا كار دوبجي و دونفون و اي حاجه حطيتها عليها ما غاديش يديها لها حتى شي واحد دريساج و ميم طون كلبا راه تري بيان ديسيبلين بسم الله. هانتوما شوفو شويه الشراسه ديالها كامي عطس قرب لهذا هانتوما كيما شفتو دابا راه حطينا لها بسطام راه ما قدرتش نقرب ليه راه شتي دابا عطاها لوردر باش ما يقيس لها حتى شي واحد لوبجي ديالها راه ما تبقاش دابا عطاها لوردر ديال كلشي با بوجي احنا نبدلو لوبجي دابا باش ما يسحبش ليكم زعما على البسطام ولا على شي حاجه بريسيز او دابا غيحط لها حوايج بحال دابا هذيك باليزا اي شي حاجه تحطها بحال هذيك ما غاداش تقيس. يلا هانتوما تشوفوا دابا شوما كيما شفتو دابا قالها باتوشي راه ما قاصنيش هزيت لها لوبجي انا نعاود نحطو ليها وغتشوفو واش الكلبه فاهمه ولا هي كدير هكا حيت ساعره الكلبه ما ساعراش تخي بيان ديسيبلين هاد الكلبه بسم الله. Attention.
كما كتشوفوا دابا راه كلشي باين اروغ كي بابا خاص غير شي شويه. هادي راه مازال يلاه عندها دابا تبارك الله عندها علاش شحال عندها خويا؟ 8 ايام تكمل عام. اذا عندها 10 شهور وشي حاجه 11 شهر بحال هكا تبارك الله الله يسلمك. عند الكلب الكلب خصو يكون هو الدريساج لا ديسيبلين هي الاولى عاد باش تجهل الكلب ودير ليه الشراسه ودير ليه داكشي الاخر لا ديسيبلين. يقدر يعيش مع امراه مع دري مع راجل كبير مع اي واحد واش مولا خصو يكون ديسيبلين. ها انتم راه المثال راه باين الكلب خصو يكون مصاحب مع مولاه خصو يكون تيبغي مولاه لا بغى حتى هو يبغيه ويعطيه اكثر ما عنده اكثر ما عنده. اصبر كيما كتحفظ على مولاه